رجعنا لنتابع من بعد الفاصل مع مشترك وصلنا من هضبة الجولان وبالتحديد من قرية الغجر. مشتركنا عمره 22 سنة واسمه سلامي سلمان. من سلامي رح نسمع أغنية أصعب كلمة. تفضل سلامي. أصعب كلمة فكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها يا أصعب كلمة فكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوة كيف قدرتي تقسى علي وتقولي لي ما عاد في آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشري غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي غدار غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي وبضيع حب سنين بضيع حب سنين شو بيشبهك تشري يا 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 شكرا. أصعب كلمة للفنان معين شريف سمعناها من سلامي سلمان من هضبة الجولان. أستاذ محمد شايفك عم تضحك ومبسوط. بضحك عشان الأستاذ بضحك وضحكته حلوة وياريت كان يضلوا يضحك كل الغناي. صوتك جميل وأدائك جميل ودائما أنا بستنى منكم أكتر. شكرا لك. المغني أمل مرقص شو رأيك؟ سلامي أجيت من بعيد من الغجر. صوتك له حضور وحلو. كان في شوية عدم دقة هنا وهناك بالنغمة. يمكن أنت متوترك حسيتك شوي. أسرعت لكن حلو حلو. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. دكتور غاوي. أنا ما بين التعليقين والعلامة 11 والعلامة 11 من دكتور غاوي مباشرة. أستاذ محمد شو علامتك؟ 12 منشوفها ومدام أمل نفس القرار 12 35 المجموع من 45. شكرا كثير لكم. شكرا للجميع. وفق. شكرا سلامي. يا حبيبي تعال تعال مشتاق لك تعال تعال لو تغيب عني طول عمري عمري أنا. محمد الطويل من مدينة القدس مرحب فيك وفي كل أهل مدينة القدس. هلا فيك. و المرة اللي فاتت غنيت أغنية لسا فاكر لأم كلثوم واليوم إيش رح تغني؟ اليوم حاب أغني لفضل شاكر هيك رومانسي أكثر. طيب محمد إحنا نتمنى لك كل نجاح جوا وإن لجنة التحكيم تعطيك علامات عالية وكمان الجمهور يصوت لك عشانك لازم تكون في أفضل ما عندك. شكرا كثير لك. بالنجاح. خلونا نرحب بمحمد. امتى الدنيا تصفالي وتملي قلبي الخالي ولاقيك جنبي يا حبيبي تواسيني وتفرحني بيك يضحك زماني ليا والشوق يبان في عناي وانسى القهط في ليالي قضيتها أدور عليك يا حبيبي تعالى تعالى مشتاق لك تعالى تعالى لو تغيب عني طول عمري عمري أنا مستنيك يلا نبدأ حكايتنا تعالى لي يلا أوام نمليها أيام جميلة ونعيش غرام بغرام يا حبيبي تعالى تعالى مشتاق لك تعالى تعالى لو تغيب عني طول عمري يا عمري أنا مستنيك. محمد الطويل من القدس سمعنا منه أغنية يا حبيبي تعالى للفنان فضل شاكر. الفناني والمغني أمل مرقص شو رأيك بمحمد؟ كتير حبيت غناء محمد لهي الأغنية كتير كتير. إحساسك حلو وما فشلتش بالمواقع العالية يعني اللي هي عن جد صعبة بهاي الأغنية بالذات. أنا بالنسبة لي غنيتي كتير حلو
كمان شوية ثقة بالنفس وهدوء أعصاب تتألق. دكتور غاوي؟ كمان أنا موافق. موافق على أنه كان أداء جميل وطبيعي يستطيع، يعني من الأشخاص اللي بتأمل أنه أشوف في المراحل القادمة. أستاذ محمد؟ بضم صوتي إلهم. وخلينا نشوف العلامات اللي أجمعتوا عليها. أنا كتير حابة أعطي محمد 15 علامة. 15؟ أنا معلقة مع الطفل. أنا بدي أكون بخيل هالمرة يا محمد، بدي أعطيك 12. وأنت أعطي جاجي وكماجي. والمجموع 40، مجموع جميل جدا محمد. 40 من 45، ولكن هذا مش كل إشي. رح تشد همتك تحاول تقنع الجمهور بأنه يصوت لك، لأنه نسبته 55%. القرار بإيديهن والبقية عليك إنك تقنعهن. محمد الطويل من القدس، شكرا لك.